المعبد ده عمره 5000 سنة، والمسلة دي عمرها 3700 سنة، الرسومات دي عمرها 4000 سنة. حب أحمد ومنى عمره ربع ساعة، وفضل له ربع ساعة كمان. اللي بنى المبنى ده فكر ازاي يتحدى الزمن، بس عمره ما فكر انه كمان لازم يتحدى حب أحمد ومنى. قلب أمك، أنا فهمتك. ده دي بهرب منه.